بشرى لنا بشرى لنا نيلنا المنى زال العنا وافى الهنا بشرى لنا زال العنا وافى الهنا يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل لنا وافى لنا وتروانا جزى وعده والبشرى أدهم لنا بشرى لنا نلنا المنى زل لنا وافى لنا وتروانا جزى وعده والبشرى أدهم لنا أنواره لاحت
بشؤون حمولنا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والبكي يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والبكي اشهد الهادي لنا المنى زاد العنا وفتنا ودم أنت سواده والبشر أن حمولنا اشهد الهادي لنا المنى زاد العنا وفتنا ودم أنت سواده والبشر أذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد هدوني فبودي طال وزاد أمتع بشري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد للنور العين لطازن وهناك دعوني 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 صلوا على النبي محمد صلوا عليه إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى المحضر حيث الأنوار إلى المحضر حيث الأنوار هناك دعوني 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 إلى الحبيب بحضوني إلى الضياء عيوني إلى المهتر حيث الأنوار إلى المهتر حيث الأنوار هناك دعوني 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 خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بشري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد دعوني دعوني
بحدودي إلى الديار عيوني إلى المختار أبي الأنوار إلى المختار أبي الأنوار هناك دعوني 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 قائق عند مقام الحبيب أزيل غموم المحب الكئيب إلى ديار عيوني إلى المختار حيث الأنوار إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني 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 فبوذي طال وزاد متع بصري وكاد الفؤاد بشري وكاد الفؤاد ودوني فبودي طال وزاد أمتع بشري وكاد الفؤاد ودوني فبودي طال وزاد أمتع بشري وكاد الفؤاد وأبقى هنايا وأبقى منايا وأبقى هنايا وأبقى منايا وأبقى هنايا وأبقى منايا وأبقى هنايا حبيب حدوثي إلى الديار عيوني إلى المحتار حيث الأنوار إلى المحتار حيث الأنوار هناك دعوني 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 لله قد ضاعت الأكوان بمولد الهادي قد Yeah.
هذه الآيات يا نصحة الفرقان يا نصحة الفرقان هذه يا رسول الله بشفاعة يا رسول الله بشفاعة عند رب العالمين سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين القدب حبيب النبي حبيب النبي سيدي محمد آمين القدب حبيب النبي حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد آمين قدبي حبيب النبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قدبي حبيب النبي حبيب النبي اللهم صليا على الكتاب على الكتاب الأنبياء صليا على الكتاب على الكتاب الأنبياء على آل وصحب الهدى صلي الهدى الأنبياء والآل وصحب الهدى صلي الهدى الأنبياء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قدب حبيب النبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قدب حبيب النبي حبيب النبي اللهم صليا على كتاب على كتاب الأنبياء صليا على حبيب النبي حبيب النبي
محمد أمين كن بحبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي
البناء أحمد يا نور الهدى بشوق طاق المدائن ترجو أن ترى قروني يا حبيبي الفداء أحمد يا نور الهدى بشوق طاق المدائن ترجو أن ترى روحي يا حبيبي بالفداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي بالفداء
ببلكم يعينكم لأعينكم هذا جمال المصطفى أنوره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلي وسلم يا سلام على النبي ما حضنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلانا والدهر أنجز عدم والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلانا والدهر أنجز عدم والبشر أضحى معلنا يعينكم وري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة هل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا علىنا نلنا المنى زل العنا وفلانا والدهر أنجز
القلب الشر أضحى مولانا. حبيبي محمد خير المرسلين. فقط
بالعلى الأعلى دنف تدلى بابا قوسين كهف فضلا بالعلى الأعلى دنف تدلى بابا قوسين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين خير المرسلين خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة شفيع خير زكوان يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة شفيع خير زكوان حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان ملا الأكوان نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله أطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح صدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان يا كثير العطاء والنوالي أما جودك جميعا بريا أعطني كل ما هو ببالي وأنت معطي ومحسن ومنان
يا عوض غندى صوت حالي ذكر القلب وجد الهوية وجد قد مر بي خير حالي لم يكدره واشي ولا سان يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهيا عود الله وقت الوصال في هنا في عوافي وسلوان كالبدر طلعته في حسنه وضياء سمراء لهيته والوجه ما أبهى صلي وسلم على المعلم سيد محمد يا حبيب الله صلي وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله هذا رسول الله الرحمة المهدى هذا حبيب الله النعمة المسدى هذا رسول سمراء لحيته
والوجه ما أبغى. صل وسلم على المعلم سيد محمد يا حبيب الله. صل وسلم على المعلم سيد محمد يا حبيب الله. هذا رسول الله الرحمة المهدى. هذا حبيب الله النعمة المشدى. هذا رسول الله الرحمة المهدى. هذا حبيب الله النعمة المشدى. كالسم وجنته قطر الندى عيناه. إما سأشبعه جسم سكيم صفا. فالصبح وجنته قطر الندى عيناه. إما سأشبعه جسم سكيم صفا. صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله. صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا الآية. أما بعد، حضرة المحترمين، para habaib, para alim, para ulama, para sepuh pinisepuh, wabil khusus yang kami muliakan, Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus dari Pasuruan, yang mulia Al-Habib Husain bin Idrus Al-Haddad dari Jepara, yang mulia Al-Habib Tohir Al-Hamid dari Makassar, yang mulia Al-Habib Sadiq bin Ja'far Baharun dari Jepara, dan para habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu,
dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Yang kami muliakan Syekhina wa marubi ruhina Romo Kiai Haji Abah Khalil Maram beserta Ibu Nyai Hajah Munadhirah dan seluruh keluarga. Yang kami muliakan Syekhina wa marubi ruhina Romo Kiai Haji Zuhri Abdurrahman. Yang terhormat Kepala Desa Weding Bapak Abdul Ghafur. Yang terhormat para hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta-pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita senantiasa masih diberikan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis ini dalam acara Mujahadah Malam Jumat Kliwon dan peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rahmat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain yang patut kita ucapkan selain untaian kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat tadi kita mendapatkan barokah dan syafaatnya fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara, perkenankanlah saya untuk membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan zikir mujahadah dan pembacaan Radhibul Athos. Yang keempat, tahlil. Yang kelima, sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Subul Salam. Yang keenam, pembacaan Maulidur Rasul. Yang ketujuh, Mawaidoh Hasanah. Dilanjutkan acara yang kelapan, doa sebagai penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ridhoillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Ahmad Aufa Ahda dari Kota Semarang, santri Pondok Pesantren Subulus Salam Muding. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.